السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه تحضير مايونيز بدون بيض، كيجي لذيذ بزاف ورائع. كنستعملوه في كاع الوصفات اللي يمكن لكم تحتاجوا فيها المايونيز. غنوريكم طريقه تحضير والمكونات. بالنسبه للمكونات، حنا كنحتاجوا كاس صغير من الحليب، مقدار 100 مليلتر من الحليب، جوج ديال الفرماج المثلث، يمكن لكم تستعملوا حتى الفرماج اللي مربع او الجبن المثلث اللي عندي هنا، قليل من الملح والابزار، الزيت والخل. طريقه تحضير هذه الوصفه سهله بزاف. كناخذوا هذا الجبن المثلث وكنضيفوا له قليل من الملح والابزار، كنضيفوا الخل حتى هو، وكنضيفوا الحليب، كنخلطوا، كنبداو كنخلطوا. غادي نضيف الحليب وغنكمل التخضار ديالي حتى كنحصلوا على كريمه. غنضيف ما تبقى لي من الحليب وغادي نكمل التخلاط. بعد ما كنخلطوا مزيان، فحنا كنبداو نضيفوا الزيت غير بشويه بشويه، وكنخدموا حتى كنحصلوا على كريمه. كنبقاو نضيفوا الزيت وكنخدموا في هذا المايونيز ديالنا حتى كنحصلوا على كريمه. يمكن لكم بدل استعمال الزيت العاديه، فيمكن لكم استعمال زيت الزيتون. فحنا كما قلت لكم كنستمروا في الخلط حتى كنحصلوا على مايونيز كريمي واقف بهذا الشكل. بالنسبه لكميه الزيت، فانا استعملت نصف كاس من الزيت، مقدار 50 مليلتر. فهاد المعلومه مهمه باش ديروها، ما كنتش قلت لكم قبل المقدار ديالها. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما كيوجد فكيكون على هذا الشكل، القوام ديالو ثابت. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المايونيز اللي حضرت لكم اليوم. كما كتلاحظوا فكيجي لذيذ بزاف وكيجي سهل. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من البيض، فيمكن لهم يستعملوا هذا المايونيز. وكما انه يعني هذه المكونات ديما متوجده عندنا في الدار، فيمكن لينا نستعملوها. كنتمنى تكون عجباتكم هذه الوصفه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه باش يتعم الفائده مع ناس اخرين. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم لهذا لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. انتظروني في فيديو قادم وفي حلقات قادمه. الى اللقاء. لا تنسوا زياره الموقع chefmaryam.com، ايضا موقع chefmaryam.com.